نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان احمد يقول اهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 100 مرة. وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ أتقى العباد لله، وأنصح الناس لعباد الله، وأكمل خلق الله قولا وعملا واعتقادا. وقام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدمه، فلما قيل له قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فملازمة التوبة والاستغفار والملازمة بكثرة للأعمال الصالحة، هذا يقوي مراقبة العبد لربه وخشيته إياه في الغيب والشهادة.